الشرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا متابعين الكرام. فيديو اليوم فيديو ترفيهي جدا من ادغال افريقيا. لاعب نادي المريخ السوداني خالد زياد يحتفل بركوب التوك توك بعد احراز هاتريك في نادي انيمبا النيجيري. خالد زياد لاعب المريخ سجل جول في انيمبا النيجيري، راح ركب توك توك كان ركنه جنب الدكة وقعد يلف، وبعد كده الحكم قام بطرده من المباراة. فعلا لا نرى هذه الأشياء إلا في الماما أفريكا في دوري أبطال أفريقيا. بصراحة كان فيديو مضحك جدا، احتفال مهاجم المريخ السوداني بتسجيل هاتريك في مرمى أنيمبا النيجيري في دوري أبطال أفريقيا واحتفل بهدف الثالث بركوب توك توك. فعلا أشياء مضحكة لن تجدها إلا في أفريقيا. ياريت تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يخرب عقلك، ده انت مسخرة.